هوروسكوب مع داليا. صباح الخير أصدقائي المستمعين. بيقول ألبرت أينشتاين: الشخص الذي لم يرتكب أي خطأ بحياته لم يحاول تجربة أي جديد. يعني يا أصدقائي، الخطأ هو جزء من التجربة ومن العلم. الشاطر اللي بيتعلم من أخطاء الغير، ولكن من غير الممكن أنك تفقد لذة الشعور بكل ما هو جديد حتى ولو مع بعض الأخطاء. أما هلأ خلينا ننتقل لخبايا الفلك والبداية مع برج الحمل. ما تتكل على الحظ بإنجاز الأعمال الموكلة لك، استجمع قواك وطاقتك لتكون قادر على إتمامها بالوقت المحدد. عاطفياً، الأوضاع بتبشر بالخير والتفاؤل، وبتحمل أيضاً بعض الأخبار السعيدة. بيتحدث الفلك عن تغيير بمكان إقامتك، مثل شراء منزل عائلي أو الانتقال للعيش مع الحبيب. برج الثور. كثرة الأرقام وزادت مع الأعمال، فأنت قيد دراسة مشروع من الممكن أنه يبصر النور قريباً. تابع مثابرتك وبتوصل. بيدعمك الشريك بتحركاتك ومشاريعك، الأمر اللي بقربكن من بعض وبقوي حبكن أكتر وأكتر. الله يديم الوفق. برج الجوزاء. بتحب عملك اليوم أكتر وأكتر وبتعطي من كل قلبك، الأمر اللي بيلعب دور حاسم بتزكية وضعك المهني، وبتكون له انطباعات إيجابية متعددة. بتواجه بعض المطبات الهوائية مع الشريك، ولكن ما هي إلا فترة عابرة وبتقطع. برج السرطان. ترتفع معنوياتك أيها السرطان، وبيبتسم لك الحظ وبتلاقي النجاح بكل أمر بتقوم فيه. استفيد من هالوقت وما تضيعه عليك. بتعكر بعض الغيوم صفى الأجواء العاطفية، والسبب انشغالك الدائم والمتزايد عن الحبيب. حين الوقت يا عزيزي لمحاولة العدل بين اثنين. برج الأسد. تعترض طريقك بعض العراقيل، ولكن بتكون قادر على إيجاد الحلول والتوصل لبعض التسويات. بتناقش موضوع مالي أو إداري هام، قلبك دقاته سريعة، والحب والحنين عنوان يومك. ما تخلي روتين الحياة يعكر مزاجك ومزاج الشريك. برج العذراء. تطرأ بعض التغيرات بهيكلية العمل، الأمر اللي بيخلق حالة من الفوضى. بينصحك الفلك التروي وعدم اتخاذ القرارات المتسرعة. انت على موعد مع الحب إذا كنت عازب أو مرتبط، فحركة الكواكب بتعزز أوضاعك العاطفية وبتغني المشاعر. برج الميزان. يوم مناسب جدا لتوسيع دائرة تحركاتك على مختلف الصعد والمستويات، فترة بناءة ومثمرة، ولا بد من تكرار المحاولة بحال الفشل. إلك فترة عم تتعامل مع الشريك بجفا، وكأنك أكيد أنه موجود وباقي لا محال، ولكن يا عزيزي مش من المهم وجوده فقط، إنما وجوده مع بسمة مميزة ومشاعر إيجابية. برج العقرب. ما تخلي الأحلام تعمي بصيرتك وما ترسم قصور بالهوى، بل اسعى لأنك تحققها من خلال قدراتك المميزة وإصرارك وعزيمتك. أنت القلب النابض بعلاقتك العاطفية، وأنت القادر على إبقاء نشيطة وفعالة، والخيار إلك وإلك وحدك. برج القوس. بتواجه بعض المطبات، ما تتراجع ولا تستسلم، بل ثابر، وبيحمل لك اليوم الحظ، النجاح والانفراج لمصلحتك. ما تستهتر بمشاعر الحبيب، وكون حريص عزيزي على استدراك بعض الأمور السلبية اللي من الممكن أنها تعصف بعلاقتك. برج الجدي. حاول أنك تنظر للأمور بواقعية وابتعد عن التشنجات، وما تصدق العروض الواهية والأكاذيب والشائعات. تزال جميع الخلافات وبتنفتح صفحة جديدة من العلاقات العذبة والمصالحات. برج الدلو. انتهت المخاوف والعرائيل وصارت الطريق سالكة أمامك، فلا كسوف ولا خسوف ولا حتى معاكسات من الكواكب. تسلح بالشجاعة والجرأة وانطلق. انت طفل الحبيب المدلل اللي بعبر لك عن حبه وبحضر لك المفاجآت اللي بتسعد قلبك. برج الحوت. بتحدد أهدافك المهنية بهدوء وبتتوقع للتغيير أو الانتقال لمكان آخر. بتقوم ببحث وتدقيق عبر الإنترنت وبتاخد قرار مدروس. تطفو الرومانسية عليك أيها الحوت، وإذا كنت خالي فبتتعرف على شخص جد ينال إعجابك واحترامك، وبتتطور العلاقة نحو عواطف عميقة. برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا. لقاءنا سوا بيتجدد يوميا من الاثنين للجمعة. كونوا على الموعد. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.